موجود في مصنع الوطنية معروف بالكويت من الثمانينات تقريبا، لكن تدري أن في مصنع الوطنية يصنعون وحدات إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، بمعنى مياه الصرف الصحي اللي تطلع من دورات المياه عزكم الله، في عندهم وحدات هنا مصنعينها تفلتر الماء بالكامل وتطلع ماء نظيف صالح بأنك تسقي فيه. الوحدات من تصنيع شركة الوطنية، وهي تعالج المياه الصرف الصحي معالجة بيولوجية، وهي أكثر من حجم حسب الحجم اللي تبيه، كذلك أكثر من نظام. في شيء ممكن ينقل يستخدمون عادة هني، اللي بوريكم إياه يستخدمون عادة شركات النفط اللي أماكنهم في الرقات وغيره، يبون صرف الصحي يطلع نظيف بدون حفر جورة أو غيره. لكن ممكن هذه الوحدات تكون في أماكن مثل السراديب أو الجورة مالت السرداب، أو ممكن تكون مدفونة تحت الأرض إذا هو في مكان خارجي. وأحجام هذه الوحدات تعتمد على المتر المكعب، كم متر مكعب قادرة أنها تعالج باليوم الواحد. ففي وحدات قادرة أنها تعالج مترين مكعب باليوم، بمعنى أنه 1000 لتر، وفي وحدات دبل مثلا 2000 لتر من الماء يتم معالجته بالكامل، وفي وحدات أكبر. وعشان يكون عندكم تصور، الوحدة اللي تعالج 4 متر مكعب بمعنى أنها تنتج باليوم بمقدار هذا الخزان، هذا 1000 جالون تمليه يوميا من المياه صرف صحي تحوله إلى مياه نظيفة. هذه وحدة موجودة الحين وشغالة، لو تلاحظون دافنينها بالأرض. الوحدة هنا عبارة عن خزانات وبنفتحها ونشوفها. هذه الوحدة من داخل باختصار حجم هذه الوحدة. أولا هذه تنتج يوميا 2 متر مكعب، يعني 500 جالون. زين، حجمها هي موجودة داخل الأرض، بس هذه تقريبا 2 متر في 2 متر بارتفاع 2 متر. فمن داخل فيها 4 خزانات، والمعالجة تتم معالجة يسمونها معالجة بيولوجية. 4 خزانات، 4 مراحل، الماء يروح هني، الخزان هني صاير شكله مخروطي، الرواسب تنزل بطريقة معينة وتصعد من خلال البمبات ومن خلال حتى الهواء اللي ينزل من تحت لفوق. بالنهاية الماء يطلع بالنهاية صافي جاهز لاستخدامه كزراعة وغيره. هذا هو الماء اللي طالع من الوحدة بهذا الشكل، راح يكون ماء نظيف لدرجة انه يكون مناسب للزراعة، ما اقول لكم مناسب للشرب او الاستخدامات الثانية. مياه، تخيل الحين هذا الماء اللي قاعد تشوفونه هو جاي من دورات المياه مباشرة عزكم الله الى الوحدة، ومن الوحدة مباشرة الى هذه الحنفية اللي قاعد تسقي الزرع. فهو ماء مناسب جدا للي يبي يستغل دورات المياه او الماء اللي طالع من صرف الصحي، ترى بشكل كامل، ما اقول لكم ماء الشاور بس او ما، لا لا لا، كل ماء الصرف الصحي يروح لهذه الوحده، والوحده تنتج حسب قدره الوحده او حسب حجم الوحده تنتج ماء يكون مناسب للزراعه بهذا الشكل. اشوفه ممتاز جدا اذا تتكلم عن زراعه. هني ايش يقول لي مساء؟ يقول لي اذا تبي لزراعه الثمار ترى في وحده صغيره نحطها تضيف فيها بس كلور عشان تقتل بعض انواع البكتيريا، لانك راح تسقي ثمار. اما اذا انت تبي تسقي زرع اشجار عاديه، لا والله هذا بدون اي كلور مناسب جدا وما له رائحه. اما هذه الوحده مصممه خصيصا، لو تلاحظون انها تنقل، هذه خاصه للشركات النفطيه. هذه وحده كامله، لا يغركم حجمها كبير، ترى هي من داخل اصغر، لان هذه تقريبا 4 متر مكعب. هذه اللي تدفن داخل، هذه فيها المدخل هني وفيها المخرج الماي من هني، وهذا لو الماي زاد مثلا او تعطلت او شيء، الماي زاد يروح للصرف الصحي الحكومي او يروح الى جوره معينه. فهني الدخول وهني الخروج، وبصور لكم اياها من داخل. تقريبا هذه تعطيك 1000 جالون باليوم الواحد، اللي 4 متر مكعب باليوم الواحد. هذه ممكن مثل ما قلنا تدفن، لان كلها مصنوعه من ماده البولي بربولين اعتقد، اللي هي احدى منتجات البلاستيك. طبعا هني مصممه انها تنتقل من خلال مثل الاشبه بالكونتينر هذه، بس ممكن تدفن وبس تطلع الوحده هذيك والوحده هذه. وهني لانها فاضيه يبين الماء ينزل هني، بعدين تحت في مثل الهواء يطلع او الفقاعات تطلع، معالجة معينة في خزان ثاني، الخزان الثاني اللي هناك من الأسفل صاير مخروطي بهذا الشكل عشان الرواسب تنزل بطريقة بيولوجية على قولتهم. بالنهاية يطلع الماء الصافي هني وينزل، يطلع يعني يتعبى هني من تحت لفوق من خلال هذا الفلتر ويطلع ماء نظيف.
هذه الوحدة اللي أنا راكب فوقها قياسها مترين في مترين بارتفاع مترين. هذه ممكن تدفن، ممكن تنحط في مكان معين فيها دخول ماء اللي هو مياه الصرف الصحي بالكامل، وخروج ماء نظيف صالح للاستخدام للزراعة وغيره. طبعا صالح لاستخدام الزراعة، وعشان تزرعه أو عشان تستخدمه لزراعة مثمرة يعني طماط وغيره، في بس بمب زيادة ينحط فيه اللي هو معالجة الكلور، يتم إضافة فيه مادة الكلور، وهذا بس عشان تحط فيه زراعة مثمرة. أما إذا والله مو حق شيء مثمر، حق سقاية أشجار خضراء، هذا كافي، لأن كله تصنيع شركة الوطنية. ممكن قياس أصغر مثل اللي وريتكم مساع مدفونة، ممكن قياس أكبر مثل الحين هذه الحين موجودة عندي، وهذه الثانية. هذولي كلهم الآن راح يسلمونهم إلى إحدى شركات النفط، هذاك الكرين جاهزة الحين بيسلمونهم من بعض المناطق اللي يشتغلون فيها شركات النفط. دائما شركات النفط عندهم مقرات فيها سكن عمال واجد، بدال يعني المياه الصرف الصحي يكبونها مثلا أو يحفرون جورة أو غيره، دائما يعالجونها وتطلع مياه نظيفة يسقون فيها الزرع أو غيره. هذاك جهاز أكبر وهذا أصغر، واللي شفتوه مدفون بالأرض اللي يستخدمونه هني أصلا بالمصنع هو الأصغر، وكافي تقريبا لمكان فيه حوالي 6-7 حمامات. هذه وحدة مثل ما قلت لكم تنتج 4 متر مكعب، هذه الوحدة كبيرة تنتج 18 متر مكعب، هذه ضخمة جدا صراحة. هذه يعني إنتاجها كبير جدا، يستخدمونها شركات النفط، لكن حق المنازل، حق الشاليهات، حق المزارع، أو نقول حق الاستخدام العادي، لا بتكون يعني وحدات أصغر أشبه بهذه. هذه تقريبا اللي بالأرض حوالي 5-6 حمامات يستخدمونها، يدخل ما يصرف الصحي مباشرة من دورات المياه إلى هني، ويطلع مياه نظيفة صالحة للزراعة أو لغسيل الأرضيات وغيره. هذه الوحدات مصممة مثل ما قلنا على شكل كونتينرات مثل هذا الشكل، يعني هذه وحدة بروحها وهذه وحدة بروحها. طبعا الوحدات موجودة داخل الكونتينر، وهني نفس الطريقة داخل الكونتينر. هذول الحين رايحين حق شركات النفط، دائما يستخدمونهم.